السلام عليكم تلاميذ مستوى ثلاثة إعدادي. عندنا هاد العملية هادية هاد النمبر هذا خصنا نبينو كيساوي بي. إذا نحاولو نخدمو جميع. خدو ورقة ستيلو فكاو فيه مزيان فكاو فيه عاد تشوفو الحل. ماشي غير تشوفوه كبير بزاف تشوفوه كبير بزاف يخلعكم. واخا يكون كبير نتوما عندكم القواعد ديالكم. بحال دابا هنا شنو دابا هنايا شنو كندير؟ كنعرف نحسب مثلا أ على بي زائد بي على سي. كنعرفها كتساوي هي هذه في هذه هي اف سي زائد بي على بي زائد سي على دي زائد سي على دي يعني اف دي زائد بي في سي على بي في دي. اذا هذه انا هذه كنعرفها غنطبقها هنايا وهنا وهنا وهنا. وحاجه اخرى هي انا كنشوف هنا كنا بي او كاري هنايا جوج بي هنايا واحد وخلاص بالطريقه الهامه اللي هي ا زائد بي او كاري كتساوي ا او كاري زائد جوج ا بي زائد بي او كاري. ولكن هنايا ناقص عقب هنايا ناقص اللي كنعرف هذه ولا شفنا قبيله فهذا خرجو بسهوله. اذا الان نشوفو نخرجوه نحسبو هذه هي. اذا هذا شنو هو؟ عندي بحال هكايا هاد ا خليوها هنا كما هي ها هي. دابا نحسبوها هادي عندي هادي في هادي واحد في واحد زائد بي اس اثنان هي واحد زائد بي اس اثنان زائد دابا هادي في هادي هادي بحال على واحد يعني هادي في هادي زائد هادي في هادي يعني زائد جوج بي على هادي في هادي اللي هي واحد زائد بي اس اثنان. طبعا هنايا جبت مربع مزيان. دابا هادي هي هادي غير حسبت هذا زائد هذا بنفس الطريقة زائد بنفس الطريقة هادي هادي في هادي هادي بحال على واحد هادي في هادي اللي هي واحد زائد بي اس اثنان هادي في هادي ناقص هادي ناقص هادي في هادي ناقص جوج بي على هذه في هذه اللي هي واحد زائد بي اس اثنان. طبعا جد مربع نكمل هاد الكسر وبنفس الطريقة عاوتاني هنايا هذه بحال على ا على واحد. اذا عندي هذه في هذه اللي هي ا عامل واحد زائد بي اس اثنان ها هي ا عامل واحد زائد بي اس اثنان زائد هذه في هذه يعني زائد جوج ا بي على هذه في هذه على واحد زائد بي اس اثنان. وهذا جد مربع خليه عاودتك بنفس الطريقة ناقص بنفس الطريقة هذه على واحد هذه في هذه اللي هي ا عامل واحد زائد بي اس اثنان ناقص هذه في هذه ناقص جوج ا بي على هذه في هذه واحد زائد بي اس اثنان. وطبعا نخلي جوج مربع مزيان. دابا حنايا حسبنا هاد العدد هذا العدد هنا وهنا وهنا. دابا لاحظوا معايا شوفوا معايا هنايا كنشوف بي اس اثنان زائد جوج بي زائد واحد هذه مطابقة هامة هادي. لان باش نشوفوا معايا بي اس اثنان زائد جوج في بي بحال جوج في بي في واحد زائد واحد اس اثنان ياك هذه هي هذه بي اس اثنان هي هذه هي وجوج ا بي جوج بي جوج بي هي هذه وهذه هي هذه. هذه شنو هي؟ هذه هي بي زائد واحد اس اثنان ياك. دابا هذه حسبناها هي هذه يعني هذه فوقانيه نقدر نعوضها بهذه مزيان. اذا اردت تسمو حركتك نجيو هنايا باش القناة لي سباس. اذا هذه كتساوي اذا هذه نكتبها هي بي زائد واحد اس اثنان على واحد زائد بي اس اثنان هكذايا. طبعا جد مربع هذا عاد تبعني باش تحدي هي جد مربع. وما تنساوش ان جذر ا على بي بحال هكذا راه هي جذر ا على جذر بي. هذه قاعده. اذا هذه هي نقدر نكتب بحال هكذا
كتبها هكذا جدل هدية على جدل هكذا على جدل واحد زائد بي أس اثنان. دابا هدية يا هي هدية التي تبقى تساوي هنايا وجدل غيبقى هنايا هذا هو هذا. وبنفس الطريقة هذه غير هنايا إذا زائد غير هنا عندي ناقص إذا تجيني هنايا شنو؟ هنايا تجيني بي ناقص واحد مزيان. هذه حتى هي خصها ندير لها زد مربع ولكن عندي هنايا هاد أ عندي أ هنايا لاحظوا معايا هنا هذه دابا شوفوا دابا شوفوا لي غير هذه باش ننشر تجيني هي ا زائد ا بي اس 2 دابا هذه نشرتها هي هذه زائد 2 ا بي لاحظوا كاين ا هنايا وهنا وهنا يعني نعمل بها تجي هي ا عامل 1 زائد بي اس 2 زائد 2 بي دابا انا هنا ما درت والو دابا انا هنا غير عملت ب ا وهذه شنو هي هي هذه اذا هذيك هي ا عامل 1 زائد ب اس 2 اذا هذه باش نعوضها بهذه هذه الفوقانيه نعوضها بهذه عقل عليها اذا نكتب هنايا هي جدل ا عامل 1 زائد ب اس 2 على جدل 1 زائد ب اس 2 ما تلفوشي هادية يا هي هادية انا درت هنايا وهادية هي هادية وجد مربع هذايا قسمت ليهم الباسط بوحدو والمقام بوحدو هادي الحق بنفس الطريقة هادي بنفس الطريقة اذا ناقص ا عامل واحد غير هنا عندي ناقص هنا زائد اذا هنا عندي هنا ناقص ناقص بي اس 2 على 1 زائد ب اس 2 مزيان دابا لحد ام 70 دابا لاحظوا معايا شنو عندي غادي نجمع هذا زائد هذا عند مقام واحد وهذا عيطر هذا حتى ما كاينش تولي لي غير ب زائد 1 زائد ب ناقص 1 انا باش نحاول نخطفها شويه باش تسمح الوقت انتبهوا يعني دابا هنايا جينا هي جدل يساوي انا تساوي هنايا باش دابا واحد السباس شنو بقى ليا هنايا بقات لي هنايا لا نخربط تحت باش هنا بقى ليا بي زائد واحد زائد بي ناقص واحد شنو بقى ليا هنايا هذا زائد هذا لا هذا مقام واحد يعني بقى ليا هنايا واحد زائد بي اس 2 جد مربع عرفت بحال ايش بحال هنا ا على بي زائد سي على بي هذا شنو هو هو هذا زائد هذا ا زائد سي على بي ماشي درت هنايا هذا على هذا زائد هذا على هذا المقام هو مقام واحد ها هو وهنايا درت هنايا بي زائد واحد فين هو جد مربع مشى مع الكوس وهنايا زائد بي ناقص واحد هذا جد مربع مشى مع الكوس دابا الباسط شنو ولا عندي فين هاد الكاس هذايا ها هو دابا غادي هذاك كتصغر جد ما ننساش ها هو قديم هنايا ما ننساش دابا بنفس الطريقة اشنو بقى ليا هنايا هنايا شنو بقى ليا لاحظوا معايا هنا هاد الاس عادي يمشي بلاتيك عندي هنايا شي خطأ لا ماشي خطا هذا الاس كاين غير فوق واحد زائد بي كاين غير هنا ما عندوش علاقه بقى الضوء بان مزيان اذا هذا الاس ما نقدرش نحيد به هذا المربع علاش بحال مثلا جد ا اس 2 هكذا دابا هكذا هذا ما نقدرش تبقى كتساوي هي جوج ا اس 2 هذا راه خطا علاش حيت هذا الاس محسوب غير على ا ماشي على جوج كل مثلا هكذا
تتفق مع هي صحيحه، ولكن هذا ما كاينش. هذا كيساوي شنو؟ هذا كيساوي جي دال جوج ا. زيد وضح مزيان علاش كيساوي جي دال جوج ا، حيت هذا كيساوي هو جي دال جوج في جي دال ا اوس 2 اللي هو جي دال جوج في ا. اذا دابا هنايا هذا عاد انا نقسمها عاد تولي هي جي دال ا بحال هكذا، هي جي دال ا في جدر واحد زائد بي اس اثنان ياك على جدر واحد زائد بي اس اثنان. بنفس الطريقة ناقص حتى نخرجوا جدر ا في جدر واحد ناقص بي أس اثنان على هذا. تمنا متبعين لاحظوا معايا هنايا، هنايا شنو درت؟ راه غير درت هذا يا بحال جدر ا في بي، كتبته هو جدر ا في جدر بي بالضبط، ما درت والو. إذن هذا شنو كيساوي؟ هذا نتكلم مثلا هنايا ها هو يا عاد نضطر نمسح هنايا باش نكمل. إذن هذا شنو كيساوي؟ كيساوي هاد جدر ا كيبقى. شنو بقى ليا الفوق؟ بي زائد بي هي جوج بي، وهذا كيمشي كيمشي هنا، بقات الفوق هنايا جوج بي، جوج بي على واحد زائد بي أس اثنان، ولكن هذا عنده جذر مربع. هادشي اللي بقى ليا الفوق صافي، هذا مع هذا هي جوج بي، وهذا مع هذا كيمشي، هذا بقى ليا هذايا. أشنو بقى ليا هنا؟ هذا هو جذر أ فوا دابا هي دابا هاد الأس عيطيا لي هاد الجذر، يعني بقى لي تمايا جذر أ عامل واحد زائد بي أس زائد بي، يعني مكاينش لا بي أس اثنان، واحد زائد بي ها هي، هاد جذر مربع مشى مع الأس، إذا أعلى شنو بقى ليا هنايا؟ جذر واحد زائد بي أس اثنان، واحد زائد بي أس اثنان ناقص بنفس الطريقة هنايا جذر أ عامل واحد ناقص بي أس اثنان، لا واحد ناقص بي، علاش؟ هاد أس اثنان مشى مع جذر مربع أعلى على هذا. مزيان، هذا حتى هو نحيدو إيكال جذر أ، جذر أ الفوق دايما بقى ليا جوج بي على واحد زائد بي أس اثنان عنده جذر مربع ياك، لتحت عاد نحسب، لاحظوا معايا عندي مقام واحد، المقام هذا بحال هذا، إذا عندي هنا مقام واحد بحال هكذا، واحد جذر واحد زائد بي أس اثنان ها هو، وهنايا هذا ناقص هذا ها هو جذر أ، ونحاول نشار جذر أ في واحد جذر أ زائد بي جذر أ، أنا غير هادي شارطة، جذر أ في واحد جذر أ، عاود زائد جذر أ في بي هي بي جذر أ، ناقص بنفس الطريقة جذر أ في واحد هي جذر أ، ردو البال ناقص ناقص هاد بي زائد بي جذر أ. تساوي بالتلفوشي هتبع مزيان، نحيد دابا حتى هادي إيكال. إذا دابا بقات دابا هادي مبسطة، هادي مع هادي شوفوا هي مشات، بقات لي هنايا بي جذر أ
زائد بي جدر ا هي جوج بي جدر ا. اذا كتساوي هذا حتى هو نحيدوه، اذا كتساوي شنو نشوفوا ديك هنايا بقات ليا جوج بي على واحد زائد بي او كاري. ها هو هنايا هادي مع هادي مشات، وهادي مع هادي هي جوج بي جدر ا، وهنايا بقات ليا واحد زائد بي او كاري. هذه ما ننساهاش جدر ا. اذا هذه شنو كتساوي؟ هذه على هذه في المقلوب، هذه على هذه، اذا هي جدر ا. اذا هاد جوج بي على هذه في المقلوب، هذه على هذه، هذه على هذه، جوج بي جدر ا. مزيان، لاحظوا معايا هذه كتمشي مع هذه، لاحظوا مزيان، هذه غتمشي مع هذه، وهذه غتمشي مع هذه، اشنو بقى ليا؟ بقى ليا الفوق جوج بي، والتحت بقات ليا جوج بي. إذن في هذه الحالة هذه حنا قلنا خصنا نديرو كتساوي بي، هنا خرج لنا واحد، إذن جوج حوايج، يا إما تما من خطأ خطو كتساوي واحد، يا إما غنكونو حنايا هنايا نسينا شي خطأ فيه شي بي ضاعت لينا. إذن الخطأ هو هذا، لاحظو معايا، هاد واحد ناقص بي خاص تكون بي ناقص واحد. تبين عطانا بي كبار من واحد، إذا كان بي كبار من واحد هذا شنو كيعني؟ أن بي ناقص واحد كبار من صفر، يعني واحد ناقص بي صغار من صفر، وبالتالي حنا قبيلا درنا جناح، هذا الجذر المربع ديال واحد ناقص بي أس اثنان، هذا شنو غادي يساوي؟ ميساويش واحد ناقص بي، غيساوي بي ناقص واحد. علاش؟ لانه ملي كيكون عندك مثلا جدر ا اس اثنان، راه ماشي دائما كتساوي ا، كتساوي ا اذا كان ا موجب، اما اذا كان ا سالب راه تساوي ناقص ا. اذا حنا عندنا واحد ناقص بي، واحد ناقص بي راه سالب، علاش سالب؟ حيت بي كبر من واحد، ان واحد ناقص على كبر منو راه سالب، وبالتالي هذا خاص تكون بي ناقص واحد. وكان هذا بي ناقص واحد هنا غادي تجيني جدر ا في جدر بي، اذا هنا ناقص، وهنايا زائد، ان جدر ا في بي هي ناقص جدر ا في بي، ناقص مع ناقص يعني هي ناقص جدر ا ناقص واحد هي زائد جدر ا، وبالتالي اللي غتمشي ليا هنايا هي هذه مع هذه، وغتبقى لي هنايا جدر ا زائد جدر ا يعني جوج جدر ا، اذا هذه غتبقى لي هنا جوج جدر ا. جوج جدر ا، جوج جدر ا يعني هذه جوج جدر ا، اذا اللي عاد تمشي ليا جوج جدر ا، اذا انا اللي عاد تمشي ليا هذه مع هذه، وعاد تبقى ليا في الاخر هذه مع هذه، بقات ليا الفوق، بقات لي في الباص جوج بي، جوج بي، وهنايا بقات ليا جوج جدر ا، وهنايا جدر ا. شفت غير هذه وهذه، دابا غتمشي لي جوج مع جوج، جدر ا مع جدر ا، غتبقى لي كتساوي هي بي. وهكذا كنكونو كملنا التمرين ديالنا، ويعني دائما ما خصناش نتخلعو من الاكزارسيس، واخا يكون كبير، واخا يكون كبير ما خصناش نتخلعو منه، حنايا عندنا الطريقة ديالنا كنطبقو. السلام عليكم.